الشهر ونستقبل الدقيقة الأولى من شهر العزة والكرامة والإباء، شهر الثورة، شهر النصر القادم بإذن الله. 10 دقائق سنعدها تنازليا معا. وفي الدقيقة الأخيرة سيشرفنا آباء الشهداء فوق المنصة وحملة الحمائم ليستقبلوا معنا الدقيقة الأولى من شهر الصمود والثورة والعزة، وليطلقوا حمائم الحرية والانتصار، حمائم سلم لأهل السلم، لمن يستحقون الورود، وتتحول نسورا كاسرة في وجه البزاة المحتلين.